إلى جنة الله زوف الشهيد. وحمزة رضوان الله عليه كما قلنا بأنه بعدما حمي الوطيس نزل من على فرسه وشق المشركين شقا، وكان يجندل الأبطال بسيفين. يقول وحشي، يقول فكنت أختبئ لحمزة فتقدم إليه سباع ابن عبد العزى وجها لوجه، وقع سباع وجها لوجه أمام حمزة، فصاح به حمزة إلي إلي يا سباع، فيقال بأنه شقه من جبل كتفه شقين. يقول وحشي، يقول فتعرقل حمزة ببعض قتله فسقط، ثم قام يتوكأ على سيفه. يقول فلم أرى مكانا أضع حربتي في جسده سوى المكان السفلي من الدرع، لأن الدرع كان لا يغطي البطن كاملا، فوجد مكانا تحت سرته، يقول فهززت حربتي فوضعتها حيث أرتضيها منه، فوقعت منهم في ذلك الموضع وخرجت من وركيه، فضربه من بطنه في أسفل بطنه وخرجت الحربة من بين وركيه. فحمزة تحامل على نفسه وأراد، يقول وحشي فابتدرني حمزة، بدأ حمزة يسعى ويركض وراء وحشي لكي يفتك به، ولكن وحشي هرب. يقول فغلب فثقل فغلب فسقط، فذهب إليه وانتزع حربته بعدما برد. وقد مثلوا بحمزة، سملت أعينه وجدعت أنفه وقطعت أطرافه وشق بطنه وكسرت أضراسه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد المعركة يتفقد القتلى فإذا به يلقى عمه هكذا متناثر الجسد، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وعماه وعماه، والله لأمثلن بهم كما مثلوا بك يا حمزة، والذي نفسي بيده لولا أني أخشى على صفية أن تبكيك الدهر كله ما دفنتك، ولتحشرن من حواصل الطير ومن أفواه السباع. يقول لولا أني أخشى على صفية. من صفية؟ ابنة عبد المطلب، أخت حمزة، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أخاها حبا عظيما، لو رأته على هذه الحالة لبكته الدهر كله. فقال والذي نفسي بيده لولا أني أخشى على صفية أن تبكيك الدهر كله ما دفنتك، ولتحشرن من حواصل الطير ومن أفواه السباع. ولكن الله تبارك وتعالى نهاه عن التمثيل بالقتلى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفن حمزة في ذلك المكان الذي قتل فيه، وكان مكانا بعيدا، فدفن هناك. وعندما كانوا يجهزونه النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى امرأة جاءت تركض من بعيد، فعرفها أنها عمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم المرأة دونكم المرأة. فقام إليها ابنها الزبير بن عوام بن العوام يريد أن يحجزها ويردها، فعندما وصل إليها ووصلت إليه دفعته بذراعها واسقطته أرضا. وكانت امرأة قوية، صفية بنة عبد المطلب كانت رضي الله عنها، كانت امرأة قوية، فعندما دفعته وسقط على الأرض بدأت تواصل ركضها، فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أن يقول لك قفي، فوقفت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام. فوقفت هذه المرأة ثم التفتت إليه قالت: بلغني إن أخي قد استشهد، وهذان ثوبان كفنوه بهما. كفن حمزة ودفن في ذلكم المكان من السنة الثالثة للهجرة حتى خلافة معاوية في السنة السادسة والأربعين للهجرة. في السنة السادسة والأربعين جاء سيل عرمرم فجرف المقبرة وقبور الشهداء، جرف وجحش وجحف قبر حمزة، فظهرت الجثث. فأمر معاوية أن ينقل حمزة ومن معه من القتلى من الشهداء إلى المقبرة الموجودة الآن، وهي تحت سفح الجبل مباشرة. ويقول راوي الحديث الذي كان معهم في نقل جثمان حمزة، يقول: فكنت ممن حمل حمزة فرأيته رجلا طويلا قد وضع يديه على بطنه من الشق، قد وضع يده على بطنه. يقول: فحملناه فكان يتثنى في أيدينا، يتثنى. يقول: فحملنا جثمان حمزة فكان يتثنى. نعم. إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيدا.